محسن دلول يخرج عن صمته ويتكلم في محكمة المشاهير. وقت اللي كانوا ما يلاقوا المسؤول بعنجر يجوا يناموا عندي لتاني يوم. أجرأ لقاء عن المخابرات السورية. أنت سياسي منك صادق 100%. إني خايفين مني أكشف السر. رفيق الحريري وعائلته. محسن دلول مين قتل رفيق الحريري؟ عملوا علي كومبينة زتوا برا وجيبوا صح. وثروية أبو نزار. حجر بيت الحريري وغربة الحريري إذا كان إلي أي مخصص من رفيق الحريري. هيدا الوهج الكبير والقيمة الكبير اللي اسمه محسن دلول يجي محله عقاب صقر. بلا تشفير مع تمام بلاهي الأربعاء 9:30 المساء على الجديد